هلا راح اجي هون احط نفس الشيء. هلا هدول على نفس الشافت، الدرايف على الشافت، يعني الدرايف اللي بيحرك المحرك على الشافت، وعلى نفس الشافت مين عم بقاوم؟ اللود. فاللود والشافت، اللود والدرايف مشبوكين على نفس الشافت. يعني هون عندي في درايف وهي اللود، شبكتهم على نفس الشافت. كوني شبكتهم على نفس الشافت، ايش لازم يصير يكون لهم في كل لحظه؟ نفس السرعة ونفس التورك لازم يتساوي، يعني ات ستيدي ستيت طبعا. فهي السبيد عندي هون، هي التورك نيوتن متر. التقاطع هي البوينت اوف ستابيلتي. فنفترض انه عندي انا دي سي موتور، والدي سي موتور حطيت له في اي، متذكرين؟ حطيت في اي على الارمتشر، وبعدين جبت، خليني افترض اني جبت كونستنت تورك لود مثلا هويست. هاي نقطة التقاطع هي النقطة اللي راح يستقر عليها السيستم بعد فترة، يعني طبعا في راح يكون ترانزيانت، بس يخلص الترانزيانت راح يهدى السيستم على هاي النقطة. هاي النقطة ستيبل، وخلينا نشوف ليش ستيبل، هاي نقطة مهمة. هاي النقطة ستيبل هي نقطة تقاطع صحيحة، بس هل هي ستيبل أو أن ستيبل؟ بدنا نشوف ليش. الدرايف ايش عماله بحاول يعمل بالسرعة؟ يزيدها أو يعطيني تورك أكثر. اللود ايش عماله بحاول يعمل بالسرعة؟ بنزلها. إذا خلينا نفترض إنه إحنا كنا عند النقطة هاي كنا ستيبل، لو صار عندي ديستربنس بسيط وزاد السرعة، لو زادت السرعة وصلت هون هلا، مين صار التورك تبعه أعلى، الهويست ولا الدرايف؟ الدرايف. لا ليش؟ هاي الدرايف. الهويست. إذا إيش راح يعمل الهويست للسرعة؟ راح ينزلها، وين راح يرجعني؟ يرجعنا نقطة ستابيليتي. خلينا نفترض صار عندي ديستربنس بهذا الاتجاه، نزلت السرعة شوي، مين صار هلا أقوى؟ الدرايف. إذا الدرايف أقوى إيش راح يرد يرجع النقطة؟ إذا هاي النقطة ستيبل. هلا ممكن النقطة تكون انستيبل، هلا بنشوف كيف، بس هذه النقطة ستيبل. إذا شرط الستابيليتي إنه يكون في عندي دي تي للدرايف as a function of n with respect to n، يعني الديريفيتيف السلوب. لاحظوا مين السلوب تبعه اكبر عند نقطة التقاطع؟ مور بوزيتيف، اكبر يعني مور بوزيتيف، مين؟ اللود. اذا لازم يكون هذا اقل من دي تي لود as a function of n with respect to n. هذا شرط الستابيليتي، وهي على فكرة بتشبه الستابيليتي حتى اللي احنا بنحكي عنه في الكنترول الكلاسيكال. هاي لو عندي كرة هون، لو مسكت الكرة هاي وحركتها ايش بصير فيها؟ لو رفعت الكرة لهون وتركتها ايش راح تعمل؟ راح تنزل وتستقر هون. لكن هل بقدر انا اثبت كرة هون وتضلها ثابتة؟ صعب جدا. لو حطيتها هون اي ديستربنس بصير عندي راح تنزل، هذا السيستم انستيبل، هذا السيستم ستيبل. اذا هاي النقطة ستيبل. هل ممكن يكون عندي نقطة انستيبل؟ ممكن. شوفوا النقطة هاي، ايش هذا سبيد تورك كيرف لمين؟ سكوير كيج. سكوير كيج اندكشن موتور او اندكشن موتور. هاي عندي لود، في نقطتين تقاطع، واحده منهم ستيبل واحده انستيبل، مزبوط؟ مين ستيبل؟ هاي النقطه ستيبل. ولذلك اذا شغلت الاندكشن موتور شغلته وكان هذا، طبعا هو في عندي مشكله هون، لو شغلت الاندكشن موتور بهاي الطريقه واللود مشبوك عليه ايش هي؟ ستارتنج تورك ايش ماله؟ اقل، مش راح يقوم، مش راح يقوم المحرك. هلا ممكن يقوم في المحرك بالحاله هاي مثلا، ممكن يصير في عندي ستارتنج هون مثلا، بس بعدين هذه عند النقطه هذه حتى يعني ما اظنش حتى هو راح يستقر عليها، هاي النقطه انستيبل. هلا طلعوا ليش النقطه هاي انستيبل؟ خليني افترض انه عندي هاي نقطة كبرتها من هون، هاي عندي الدرايف اللي هو جاي من الاندكشن موتور، وهي اللود، وهي في نقطة تقاطع، بس هاي نقطة التقاطع بتشبه مين؟ مظبوط، هم للحظة صغيرة جدا متساويين، بس أي ديستربنس ايش راح يعمل؟ راح يصير عندي ران اواي سيتويشن. خلينا نشوف كيف. خلينا نفترض أن السرعة زادت شوي صغيرة، مين صار هاي اللود هون؟ اللي هو اللود في الحالة هاي احنا قلنا هويست.
زادت السرعه شوي مين صار اقوى؟ درايف. اذا درايف ايش راح يعمل بالسيستم؟ راح يسارعه. اذا سارعه شو راح يصير؟ راح يصير لسه اكثر، راح يصير عندي شيء اسمه ران اواي سيتويشن، راح يضلها تزيد السرعه. لو نزلت السرعه شوي صغيره مين راح يصير عندي اقل؟ الدرايف اقل من اللود، فاللود ايش راح يعمل بالسيستم؟ راح يهبط وراح يوقف وراح يصير عندي ران اواي سيتويشن. اذا هاي السبب انه هاي الاشاره معكوسه، السلوب تبع الدرايف اكبر كماجنتيود او كاشاره اكبر من تبع اللود. اذا نقطة المستقرار هي هاي النقطة، تمام؟ اوكي، هاي نقطة مهمة جدا، هاي نقطة الستابيليتي، وهاي النقطة اللي راح يستقر عندها اللود. هلا زي ما حكينا، بتتذكروا حكينا في الدي سي موتور، لو انا بدي اغير الان سرعة هذا الهويست، بدي اخلي هذا الهويست يشتغل على سرعة مختلفة، ايش بعمل؟ في اي بغير. بغير في اي في حالة الدي سي موتور. وين انتقلت السرعة صارت؟ كانت السرعة هون، نقلتها للسرعة هاي. لو بدي اغير كمان السرعه راح تنتقل عندي للنقطه هاي وهكذا. طب لو كان هذا فيريبل تورك لود، لو كان فان او بامب، سنترفيوجال بامب مثلا، السنترفيوجال بامب مثلا نفترض ان الريتد سبيد تبعتها 1500 ار بي ام السينكرونس سبيد، كانت سكويرل كيج اندكشن موتور، وجيت اطلعت على هاي البامب وجدت انه هاي سبيد تورك كاركترستكس تبعتها، خليني افترض انه انا عندي سكويرل كيج اندكشن موتور. اذا هاي سكويرل كيج اندكشن موتور، وهذه هون سنترفيوغال بامب. هاي السنترفيوغال بامب عند النقطة هاي، وين نقطة الاستابيليتي؟ هل هاي ستيبل؟ السلوب تبع اللود أكبر من السلوب تبع الدرايف، إذا هي ستيبيليتي. لو صار شوية ديستربنس البامب راح توطي سرعتي، لو صارت نزلت السرعة شوي الدرايف راح يرد يرجعني مرة ثانية. عادة هذا الخط هو الخط اللي احنا بنتأمله في الدرايف. هلا لو بدي اغير سرعه هاي البامب ايش بقدر اعمل؟ لو عندي انا فيريبل فريكونسي درايف، بغير الفريكونسي بتغير السنتر سبيد. النقطه هاي طلعوا لي على النقطه هاي، هاي النقطه ايش بتمثل بالنسبه للسكويرل كيج اندكشن موتور؟ اخذتوها بدي مشاركه من ورا كمان. هاي سينكرونس سبيد، مضبوط؟ الكل متفق انه هاي سينكرونس سبيد. اللي عندها قديش بعطيني تورك الاندكشن موتور؟ زيرو. رحت غيرت الفريكونسي، غيرت الفريكونسي عن طريق استعمال ايش؟ فيريبل فريكونسي درايف انفرتر، تمام؟ غير سبيد تور كيرف لهون، وين راح تصير سرعه البامب؟ غيرت رديت الفريكونسي كمان، لفت هون وهكذا. اوكي، هاي طرق تغيير البامب، والبامب لما بغير السرعه تبعتها بتغير العلاقه ما بين الفلو، الفلو ريت والهيد. بغير سرعه البامب بتغير، بصير عندي كيرف مختلف للعلاقه ما بين الفلو والهيد.